أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مصري مقيم بالدمام يقول: هل النية تكون في جميع العبادات، وما حكم التلفظ بها في هذه العبادات؟ لا تصح أي عبادة إلا بالنية. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية في جميع العبادات، ولا تصح عبادة بدون نية وقصد. نعم نعم. هل النية يقول في جميع والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها، لأن التلفظ بالنية لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية. ومن ناحية أنك تعلم الله عز وجل بما في قلبك، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قال تعالى: الذين قالوا آمنا ألا تعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. نعم.